بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا. هذه المحاضرة أو هذا الفيديو راح يكون فقط حول طبيعة الأسئلة وملخص للمادة الميديكال لابوراتوري تكنيكس اند كواليتي كنترول للتقنيات المختبرية الطبية والسيطرة النوعية للنظري. فالأشياء اللي راح نقولها بالفيديو تركزون عليها، وهي راح تكون يعني ما عندكم وقت تقرون بعد أن قدموا الامتحانات. بالنسبة لمحاضرة العلماء، راح نبدي من محاضرة العلماء. تركزون على كل عالم وسوى ماذا، ما هي إنجازاته. تمام. فمثلا عندنا أنتوني فان ليفينوك، راح يكون ديسكرايب ليتل انيمالز، اوكي، اللي سماها بي انيمال كيولز، واللي بعدين سميت بي البروتوزوا. عندنا باري استخدم الهيت ستيريلايزيشن، اوكي. وعندنا بالنسبة الى لويس باستور ايضا عنده العديد من الانجازات، تقرأوها بشكل مختصر. شلون راح تكون؟ بشكل عام طبيعة الأسئلة true false MCQ، أوكي، وفراغات عدد أو ضع بشكل مخطط أو جدول، أوكي. فبالنسبة إلى العلماء، تقرؤون لكل عالم أهم إنجازين أو اكتشافين تمت من قبله. هاي بشكل مختصر بالنسبة لمحاضرة العلماء. What do you know about Robert Koch? What did Robert Koch discover? Okay. شو اكتشف؟ ماذا تعرف عن روبرت كوخ؟ وهكذا. Okay. بعض الأسئلة راح تلقوها يا اما في بداية المحاضرة او في نهاية المحاضرة، موجودة عندكم، هاي تعرفوها، اوكي. بالنسبة الى التصنيف classification of microorganisms، اهم شي تعرفون انه بالنسبة للبكتيريا راح تكون هي ضمن البروكاريوت، بدائية النواة، هي ليست حقيقية النواة. إذن هذه راح نمشي عليها بشكل سريع. بالنسبة عندنا إلى هنا البروتوزوا، البروتوزوا بها أربع كلاسات، أربعة أصناف، four classes. الكلاس الأول شنو اسمه؟ الكلاس الثاني شنو اسمه؟ وكل واحد وسيلة الحركة إله. مثلا الكلاس 1 رايزوبودا move by means of protoplasm production called pseudopodia. إذا وسيلة الحركة مالتها شو اسمها؟ الأقدام الكاذبة اللي هي يسموها pseudopodia. كمثال هذا موجودة في طفيلي الانتاميبا هيستروتيكا، وإن شاء الله هاي راح تاخذوها بالتفصيل صف ثاني. كلاس 2 التصنيف راح يكون او الحركة مالته راح تكون بواسطة الفلاجيلا، اوكي. وكلاس 3 راح تكون الحركة مالته بواسطة السيليا الاهداب، اما كلاس 4 فراح يكون نون موتل غير متحرك، مثل طفيلي بلازموديوم فيفاكس، ايضا هذا ان شاء الله تاخذوه بالمرحلة الثانية.
بالنسبة عندنا إلى هذا تقرأ قراءة سريعة، شنو الفانجاي، صفاتها العامة، الفيروسات يا أما تحتوي على الدي إن إي أو الآر إن إي، ما تحتوي على اثنينهن. أوكي، هاي بالنسبة للأول محاضرتين. تمام، نروح على البكتيريا، لأن إحنا بدينا بالبكتيريولوجي وبعدين أخذنا الهيماتولوجي. بالنسبة إلى البكتيريا، أهم شيء تركزون عليه التعريف، إنه هي عبارة عن microscopic simple unicellular organisms، ماشي، كائنات وحيدة الخلية بسيطة لا ترى إلا بالمجهر، وتنشطر أو تنمو وتتكاثر بواسطة السمبل باينري فيشن، اللي هو الانشطار الثنائي البسيط. والوحدة القياس، وحدة القياس بالنسبة لي حتى نقيس حجم البكتيريا راح يكون هو بي المايكرون، مايكرون. أوكي، بالنسبة عندنا إلى تسمية البكتيريا النومن كليتشر راح يكون كالتالي. تسميتها كيف راح يكون؟ بكتيريا النومن كليتشر راح يكون كالتالي. تنتبهون على إذا كان بشكل صح وخطأ أو ام سي كيو، أو أني أقول لك انطي مثال على اسم بكتيريا، اسم علمي للبكتيريا. فش راح تقول او ايش راح تكتب، ايش راح تختار؟ تختار، هذه هي الكتابة الصحيحة الى جينس والنوع، هذا كابيتال لتر والثاني راح يكون سمول لتر. اذا هو يتكون من اسم الجنس واسم النوع، فأما نكتبه بشكل إيتاليك أو راح نكتبه بشكل تحته خط. أوكي، هاي مهمة جدا. نروح على أماكن وجود البكتيريا. عندكم مثل ما تعرفون البكتيريا موجودة تقريبا في كل مكان، حتى بالينابيع الحارة موجودة. أوكي، حتى بالفولكان، فولكانوز، بالبراكين وغيرها. فتختارون أربع أو خمس أماكن، ماشي. نروح على structure of bacteria. بالنسبة عندنا إلى structure of bacteria، كل تركيب للبكتيريا لح تحفظ وظيفته، الفانكشن. ليش موجود السيل وول في البكتيريا؟ هذه جدا مهمة وتنتبهون عليها. ليش؟ لأنه تنطي الشيب و بروتكت ذا بكتيريا، تنطي الشكل وتحمي البكتيريا، هاي جدا مهمة. الكبسول راح يكون لها دور بالفيرولنس، اللي هي اللي نسميها الفوعة أو الإمراضية. يعني البكتيريا اللي عندها الكبسولة حتأهلها أنه تلتصق بهذا التشيو، قد يعني تكون جهاز تنفسي أو بولي أو هضمي إلى آخره. فاللي أهلها على الالتصاق هو وجود الكبسول، إذن هو لها دور بالفيرولنس، أو تعتبر هي أحد أنواع الفيرولنس فاكتورز. وأيضا شو تسوي؟ تحفز الاستجابة المناعية، ستيمولايت إميون ريسبونس، هذه جدا مهمة بالنسبة لبعض الملاحظات عن الكبسول، ولح تأخذوها بالمرحلة الثانية بالمناعة بالتفصيل. سؤال آخر، ارسم تركيب البكتيريا، ارسم تركيب البكتيريا. ف
فترسمون الأشياء الرئيسية. زين عندنا البلي وظيفته attachment to the host tissue، هي الالتصاق إلى المضيف، أنسجة المضيف. وعندك الحركة البكتيريا كيف راح تكون؟ الموتال organisms أو الموتال of bacteria، فراح أقول لك عدد أو صنف البكتيريا حسب ترتيب arrangement، ترتيب arrangement للفلاجيلا على البكتيريا مع الرسم. اوكي، فراح تكون عندنا مونو ترايكاس، لوفو انفي، والبيري ترايكاس، اذا وحيده الصوت، واللوفو مجموعه من الاصوات في طرف واحد، والانفي اما صوت واحد او مجموعه من الاصوات في كل من نهايتي او طرفي البكتيريا. اما البيري فهي الاصوات المحيطيه، يعني موجوده حول جسم البكتيريا بالكامل. واذا كانت البكتيريا غير متحركه راح تقول نون موتل، او راح نقول اترايكاس. تخلون حرف اي وبعدين بعدها مقطع ترايكاس. اوكي، بالنسبة إلى أشكال السبورات أو الأبواغ البكتيرية راح تكون أشكالها ومواقعها. الشكل راح يكون أوفال أو سفيريكال، زين، يا أما بيضاوية أو تكون دائرية. وبالنسبة إلى موقعها البوزيشن، موقع للسبور، يا اما راح يكون تيرمينال سنترال سب تيرمينال، يا اما راح يكون نهائي الموقع او مركزي بالمركز، او راح يكون تحت النهايه يعني قريب من نهايه او طرف البكتيريا. شنو فائده السبور؟ انتم كلكم تعرفوها، هي لمقاومه الظروف البيئيه الغير الملائمه، سيرفايفل، انفافورابل conditions. اوكي، موجوده في بكتيريا الباسيلس كلوستريديوم، وهذه باذن الله راح تاخذوها بالمرحله الثانيه. عندنا هذا سؤال، النيم ذا بكتيريا ساينتيفيكلي، او يعني انت سمي او اعطي اسم لبكتيريا، اسم علمي للبكتيريا. هذا السؤال هنا، ما هي العوامل الفسيولوجيه أو الفيزيائية أو العوامل بشكل عام اللي تأثر على نمو وتكاثر البكتيريا؟ هاي احنا شارحيها، اللي هي nutrition, energy, oxygen, temperature, pH, pressure الضغط، osmotic pressure الضغط الأزموزي، moisture الرطوبة، الضوء، واللايت والراديشن اللي هو الضوء والإشعاع. أوكي، هاي نقراها بهالطريقة. طيب، تكسير المواد أو تكسير الجزيئات يسموها كاتابوليزم، والبناء هي أنابوليزم. مصطلحين كاتا أنا. بالنسبة عندنا، أخلي يمي أسئلة مهمة جدا وهي كالتالي، وتركزون عليها. صنف البكتيريا، classify the bacteria according to the or to the energy sources، حسب مصادر الطاقة. فرح يكون كيموتروف فوتوتروف. كيموتروف انه تحصل على الطاقة من الاكسدة او التخمر، obtain energy
from oxidation or fermentation of chemical compounds. هاي تركزون عليها. الفوتوتروف مثل النبات تحصل على الطاقة منين؟ من السانلايت، من أشعة أو ضوء الشمس. وهذه بيها نوعين، فوتو ليثوتروف والفوتو أورغانو تروف. الكيموليثوتروف راح يقسم إلى ثلاث أنواع، اللي هو كيمو أورغانوتروف والكيموليثوتروف. وين ما تشوف مقطع ليثو، إذن راح يكون عندك inorganic compound. inorganic يعني مركبات غير عضوية. وين ما تشوف مقطع أورغانو، إذن هي حتحصل على الطاقة من المركبات اللي هي organic compound or compound organic compounds. okay. أما الباراتروف فراح تكون هي تحصل على الطاقة من الميتابوليزم، العمليات الأيضية للهوست سيل. أوكي. سؤال آخر، صنف البكتيريا نسبة إلى مصادر الكربون. Classify the bacteria according to the carbon sources. فراح تقسمها إلى autotroph والheterotroph. auto ذاتي، hetero تقول متغيرة التغذية كترجمة لها. فالأوتوتروف مثل النبات يحصل على الطاقة منين؟ من ثاني أكسيد الكربون والسانلايت. أما الهيتروتروف فتحصل على الطاقة من الأورغانيك أو الكربون العضوي، أورغان كربون موليكيولز. عندنا بعض المصطلحات اللي هي الميوتشواليزم، سابروفايت، باراسايت، كومنساليزم. هذه ايضا مهمة تستخدموها ان شاء الله في حياتكم اليومية بعد ما تكملون دراستكم، واللي يكمل من عندكم دراسات عليا خاصة في مجال الفسلجة البكتيريا وبشكل عام الأحياء المجهرية. فالسابروفايت هو مصطلح عام يطلق على الأحياء المجهرية اللي تعيش على الديد ماتر. ديد ماتر هاي مهمة، سابروفايت رمية التغذية، معناتها تعيش على الأشياء الميتة. والباراسايتزم هي العلاقة، طبعا هذه الميوتشواليزم، السابروفايت والباراسايتزم والكومنساليزم تقع تحت مسمى ما هي العلاقات، relationship ships between the microorganisms. اوكي. فراح تكون الميوتشواليزم انه الطرفين يكون اللي هي تبادل المنفعه، وعندنا السابروفايت انه البكتيريا تعيش او الاحياء المجهريه بشكل عام تعيش على الاشياء الميته، اما الباراسايتزم فهي تعيش داخل الجسم او على الجسم الكائن الحي، فيسموه التطفل باراسايتزم. اما الكومنساليزم فهي التكافل، وهي هارمليس to the host، يعني الاثنين واحد يستفاد والثاني ما يتضرر من وجود هذا المايكرو أورغانيزم بي. طيب السؤال الآخر هو classify the bacteria according to the oxygen requirement or to the oxygen requirement. فرح تكون هي طبعا مع ذكر مثال، رح تكون obligatory aerobic اللي هي إجبارية هوائية، إجبارية لا هوائية، وعدنا facultative anaerobic اختيارية لا هوائية، والميكرو ايروفيليك راح تكون يعني تحب محبة للهواء لكن بكميات قليلة. مثال على الأول اللي هي إجبارية هوائية سيدوموناس، إجبارية لا هوائية هي كلوسريديوم. شنو إجبارية لا هوائية؟ يعني هنا تعيش
في محيط نسبة الأكسجين جدا جدا قليلة، وتفضل أنه تعيش بعدم وجود الأكسجين. أوكي، فيسموها obligatory anaerobic. وإذا توفر الأكسجين فرح تموت هذه الأحياء المجهرية، يصير الأكسجين سام إلها. أوكي، السؤال الآخر: classify the bacteria according to the pH requirement. فلح تصنفوها إلى neutrophilic, acidophilic, basophilic، محبة للمتعادلة حامضية والقاعدية. وتذكرون ال pH range النيتروفيل راح تكون عادة هي ما بين 6.8 إلى 7 أو يعني 6.8 إلى 7.2. أما الأسيدوفيلك بكتيريا فراح تكون عادة هي أقل من الخمسة، أقل من الأربعة، وهكذا. أي شيء تكتبه فهو صحيح. البيزوفيلك من اسمها قاعدية، إذن هي راح تكون من 7.5 أو أعلى، يعني 8-9 فأعلى، هذه راح تكون يعني من 8-9 كرينج، هذا احنا نقول عليه هتعيش به البكتيريا المحيط القاعدي. مثال عليه إيكولاي لاكتوباسيلس فيبريو، يعني حاولوا تحفظوها هذه وتحتفظوها بإذن الله بالمرحلة الثانية بالتفصيل. السؤال الآخر أنه classify the bacteria according to the temperature. زين، فهنا تصنفون البكتيريا حسب درجة الحرارة، فلح تكون thermophilic, mesophilic, psychrophilic، بعد R هنا، محبة للحرارة العالية، محبة للحرارة المتوسطة، ومحبة للبرودة، ثيرمو ميزو سايكرو. والرينج، وأكثر بكتيريا طبعا تعرفوها المرضية هي تفضل درجة حرارة جسم الإنسان، ومعظم الحيوانات اللي هي 37 درجة مئوية أكثر شيء اللي هي تعرفوها كهيومن 37 درجة مئوية. أوكي، سؤال يمك تخلي، وهو ارسم منحني النمو. أوكي، لاج لوج ستيشنري والديكلاين. تذكرون السؤال الآخر قد يجيك أنه اللاج فيس، اللاج شنو الأشياء الرئيسية اللي تصير به؟ هي أهم شيء increase in size of cell، يعني إحنا مثل ما عبرنا عنها قلنا هي البكتيريا راح تسمن تزيد بالحجم، لكن ماكو أي تضاعف في مرحلة اللاج. أما في مرحلة اللوج فتبدي البكتيريا بالتضاعف، يصير multiplication هنا تضاعف، أوكي، فيزداد عددها، لذلك تشوف المنحني يزيد. أما الستيشنري فيس فتشوف الخط يصير سترايت، لأنه يعني بشكل مستقيم. ليش؟ لأنه تبدي عدد الخلايا الحية يساوي عدد الخلايا الميتة، بس تكتبون dead cell يساوي living cell، مختصر مفيد. ليش هذا دا يصير هيجي؟ بسبب depletion of nutrient، هنا راح تقل المواد الغذائية، و accumulation of toxic products، راح تبدي تتراكم المواد السامة. آخر مرحلة هو death phase أو death decline phase، إن هنا راح يكون عدد الخلايا الميتة أكثر من عدد الخلايا الحية. ليش؟ لأنه هنا المواد المغذية قلت أكثر، والمواد السامة تراكمت بشكل أكثر. أوكي،
فراح يكون هنا الديث سيل هتكون كلش عالية. The number of dying is greater than the number of multiplying. أو تقول عدد يعني هو عدد الخلايا الميتة أعلى من عدد الخلايا المتضاعفة أو الحية. وعندكم هذا سؤال what do you know about stationary phase؟ Okay. عندنا المحاضرة الأخرى راح تكون هي حول الاستريلايزيشن. الاستريلايزيشن راح يكون طرق التعقيم الرئيسية راح تكون هي عدة طرق التعقيم الرئيسية. بس راح تقول physical, chemical, mechanical. فيزيائية، كيميائية وميكانيكية. أوكي؟ إذا قلت لك بالتفصيل ما هي طرق الفيزيائية وأنا أحدد لك إياها، يعني هل هي بالحرارة مثلا، أقول لك عد طرق التعقيم بالحرارة، يعني ما أجيب لك إياها أقول لك عدد لي إياها كلها لأنه هذا شيء غير منطقي. أوكي، فمثلا أقول لك عدد التعقيم بالحرارة الجافة، فمثل ما تعرفون أنه أنتوا عندكم أربعة اللي هي Red Heat, Flaming, Incineration والهوت اير اوفن. او ايش اجيب لك؟ اقول لك هذه الادوات وشنو افضل طريقة لتعقيمها. قد تكون هناك اكثر من طريقة لتعقيمها، انت عليك تذكر طريقة واحدة فقط. زين، مثلا اجيب لك اللوب راح تقول لي دراي هيت ريد هيت. الجلاس ويرز اللي هي بشكل عام الزجاجيات قلنا بالهوت اير اوفن، ولا تنسون ظروف التعقيم مطلوبة من عندكم وجدا جدا مهمة تركزون عليها بالامتحان النهائي. 160 الى 180 درجة مئوية، والوقت من ساعة الى ساعتين، واحيانا في بعض المصادر يقول لك ممكن انه نخليها الى أربع ساعات، لكن هي من ساعة إلى ساعتين. كل ما زادت الحرارة يقل الوقت. أوكي؟ بالنسبة عندنا إلى المويست هيت استريلايزيشن راح تكون بها أربعة أنواع مثل ما تعرفون، اللي هي أقل من المئة ويسموها باستريزيشن، البويلينج والستيمينج، التندليزيشن، وعندنا بعد الأعلى درجة الحرارة اللي هي أبوف من 100 سنتيغريد يسميها باستخدام الاوتوكليف، والعمليه يسموها اوتوكليفينج. اوكي، كل وحده من عدها تحفظون ظروف التعقيم. اوكي، يعني من اجيب لك مثلا الحليب بيش تعقمه راح تقول لي باستريزيشن، مويست هيت بيلو 100 سنتيغريد العملية اسمها باستريزيشن. البسترة ايش قد درجة الحرارة والوقت تكتبوها، 63 30 دقيقة. اوكي، او 72 درجة مئوية لتقريبا 15 الى 20 ثانية حسب، بس هذه اكثر شيء تستخدم بالمعامل. اوكي، ومثل ما قلت لكم مختبرك لا يخلو من جهاز الاوتوكليف. اوكي، فجبت لكم اسئله عليه بالعملي وكررناه اكثر من مره، لانه الصحه وزاره الصحه ما تسمح لك تفتح مختبر اذا ما بي اوتوكليف، لانه اساس معظم التعقيم والاتلاف تعقيم واتلاف راح يكون بالاوتوكليف. واللي يتعين من عندكم ان شاء الله بالمستشفيات الحكوميه ومختبرات الحكوميه راح تلاحظون هذا الشيء. درجه الحراره 121 سنتيغريد 15 مينيت 15 باوند بير انج سكوير، هاي ظروف التعقيم.
شنو الأشياء اللي تعقم به؟ جدا مهمة، اللي هي السواب، كلتشر ميديا، ديستل ووتر إلى آخره. ماشي؟ بالنسبة إلى الراديشن، بالنسبة إلى الراديشن، تركزون على التعقيم الهواء، راح يكون باليو في لايت، تعقيم الهواء باليو في لايت. اوكي، وهاي وقتها احنا شرحنا، قلنا الكابينات الخاصة بالزرع ايضا يعقموها باليو في لايت، واحنا عندنا بالمختبر وحدة. اوكي، بالنسبة الى الغازز، راح تكون الغازات، الكاسز راح تكون انواعها. الغازز، لا حد يقول لي غازز، اوكي، هذه تلفظ اس، لا تلفظوها زد. هنا راح تكون بها انواع، اللي هي الفورمالديهايد والاثينين اوكسايد، واللي عندنا مثل ما شرحناها باليومي، انه كل شيء عندك بلاستيك سرنج، ديسبوزابل سرنج، او نسميها ديسبوزابل بيتري ديش، اي شيء ديسبوزابل موجود عندنا بالمختبرات، اكثر شيء تعقم بواسطه الاثيلين اوكسايد، غاز الاثيلين اوكسايد. اوكي، عندنا بعد اذا كان عندنا الاوبريشن رومز، غرف العمليات، فنعقمها بواسطه غاز الفورمال ديهايد. زين، نروح على طبعا هاي شنو، هذه هنا الفورمالديهايد نعقم به الهواء ايضا اذا كان بشكل سائل، اللي يسموه بالفورمالديهايد، العفو فورمالين، بشكل سائل، فنعقم بالارضيه، الاجهزه الى اخره، اجهزه طبيه حسب نوعها طبعا. وعندنا اذا كان بشكل غاز، فرح نعقم بالهواء الموجود بغرف العمليات، لما يكون نسميه التعفير. طيب، ايضا الطريقة اخرى للتعقيم اللي هي رح تكون بواسطة الفلتر، فرح نعقم بها شنو، السيرم، المصول واللقاحات بشكل عام، اللي هو السيرام، الفاكسين، انتيبايوتيك، التوكسينات، كل المواد اللي تتلف بالحرارة وما يصير نعقمها بالإشعاع. هاي تركزون عليها وجدا مهمة. سؤال آخر، أو خلوا رأسا سؤالين يمكم، عرف انتيسبتيك، ديسينفكتنت، بكتيريوستاتيك، بكتيريوسايدال. سؤال الآخر، قارن بين antiseptic and disinfectant، قارن بين البكتيريوستاتيك والبكتيريوسايدال. أوكي، وطبعا هنا تحفظون عليها مثال مثال. ماشي، روح على الكلتشر ميديا. الكلتشر ميديا مثل ما أكدنا عليه أكثر من مرة وجبت لكم إياه أكثر من مرة بالامتحان العملي، بالنظري أيضا راح تركزون على الأهداف. ما هو الهدف من تحضيرك؟ What are the aims, purposes؟ For culture media preparation، هتقولون isolation, identification, study, antibiotic، حفظ البكتيريا لأشهر، أسابيع، سنوات إلى آخره. طيب، نمشيها هذه، نروح على سؤال، خلي يمك على السريع. Classify the culture media according to their solidity.
حسب الصلابة أو الفورم من شكلها، فتصنفوها إلى solid, liquid, semi-solid، وتذكرون نسبة الأقارب كل واحدة من عدها. هاي بعد ما نكررها أوكي، لأنه أخذناها أكثر من مرة، ومثال على كل واحدة. وقلنا شلون تعرف تميز السوليد عن البقية؟ السوليد دائما كمثال عليها ماكونكي أجار، بلاد أجار، شوكليت أجار، بيها كلمة أجار. إذا سبب الصلابة هو وجود مادة الأجار، أو أنتوا الحمد لله كلكم مجاوبيها بالامتحان النهائي العملي. الأجار تعريف بسيط له، عرف الأجار، وتعريف بسيط جدا للجيلاتين. زين، سؤال: صنف الأوساط الزرعية حسب الكومبوننتس أو الفانكشنز. أوكي، شو راح تصنفوها؟ simple, enriched media, differential, selective, special. مثال على كل واحد سواء أكان liquid أو solid، ما يهم. وقلنا أكثر الأوساط الزرعية اللي تكون بشكل liquid تكون بالأخير شنو؟ broth، كلمة broth، nutrient broth وإلى آخره. والانريشت ميديا مثال عليها بلاد أجار والشوكليت أجار، وقلنا ليش صارت يسموها انريشت لأنه ضفنا لها البلاد. أما الدفرنشيال والسيلكتيف فتكتبون نفسها، ممكن ماكونكي أجار ماكونكي أجار، والسيلكتيف عندنا تي سي بي اس ممكن، وممكن يكون سبيشال، اثنيناتها صح لأنه خاص لعزل الفيبريو اللي هي الكوليرا ولونه أخضر. أما السبيشال فهو الاس اس أجار اللي هو السالمونيلا شيجيلا أجار، وهو خاص لعزل بكتيريا السالمونيلا تسبب التيفو، والشيجيلا البلادي دياريا تسبب البلادي دياريا. طيب، هذا مثل ما جبناه بالامتحان العملي، وتقريبا 98% من الطلاب، يمكن كم طالب ما اعرف ليش كاتب لي ماكونكي، مع العلم انه اكثر من مره احنا شارحيه ومحضريه بالمختبر يعني. فاذا هذا هو نيوترنت اجار. المهم بالنظريه يعني ما راح اجيب لك اياها صور والى اخره، قلنا هذا فقط بالعملي. وين اروح على البلاد اجار؟ البلاد اجار نسبه الدم الموجوده به هي من 5 إلى 10%، وتضيفون الدم الى الوسط عندما يكون درجه حراره الوسط تقريبا 55 درجه مئويه. اما الشوكليت اجار فتكون درجه نفس من 5 إلى 10% بلاد ايضا، لكن درجه الحراره الوسط حتى نضيف له الدم راح تكون من 70 الى 80 درجه مئويه. الماكونكي اجار مثل ما شرحنا ونزلت لكم عليه هوايه اسئله وهوايه باليومي وبالجروبات موجوده عندكم. اوكي، فائدته هو حتى يميز بين اللاكتوز والنال لاكتوز فرمنتنج بكتيريا. اللاكتوز فرمنتنج بكتيريا المخمرة لسكر اللاكتوز راح تظهر بشكل وردي المستعمرة، أما النال لاكتوز فتظهر بلون أصفر شاحب. مكونات الوسط راح تكون فقط قراءة سريعة تقرأوها: لاكتوز، بايل سولتس، نيوترال ريد. زين، الكاشف الموجود به هو نيوترال ريد. ماشي،
وهاي اللي قلنا عليها اللي هي تصنيف الأوساط الزرعية حسب solubility أو solidity أو الفورم، يعني حسب الصلابة. ماشي؟ نروح على المحاضرة الأخرى. أخلي يمي سؤال. إحنا قلنا بالنظري أنا ما أجيب لكم صور، هذا كان فقط بالعملي. بالنظري السؤال هو: ما هو الغرض من تحضيرك للوسط الزرعي؟ أو ما هي الأغراض من تحضيرنا للوسط الزرعي؟ اللي هنا اللي عندنا ما هي المواد المستخدمة لتحضير الأوساط الزرعية؟ أهم شيء لا تنسون الأوتوكليف. طيب، ما هو الغرض من الستريكينج، التخطيط على وسط زرعي صلب؟ ما هي الأدوات المستخدمة؟ في الستريكينج اون سوليد كلتشر ميديا. اوكي، عندك اللوب، الوسط اللي انت راح تزرع عليه، البنزين بيرنر، وتحتاج إلى الحاضنة حتى تحضن الانكيوبيتر، تحضن البكتيريا 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة. أنواع التحلل راح يكون ألفا، بيتا، جاما. ألفا تحلل جزئي partial hemolysis، بيتا تحلل كامل complete hemolysis، تحلل كامل كريات الدم الحمر. إذا عندي ألفا بيتا جاما، ألفا تحلل جزئي، partial hemolysis، والبيتا تحلل كامل complete hemolysis، والجاما no hemolysis. ماشي. عندكم بعض الأسئلة هنا بالأخير، راجعوها على السريع. staining of bacteria عندنا بالبداية احنا قلنا عندنا wet smear و dry smear، فما هي الأدوات المستخدمة لتحضير الويت سمير، المسحة الرطبة، وما هي الأدوات المستخدمة لتحضير الدراي سمير؟ الويت سمير أهم شيء ديستل ووتر يكون موجود، قطرة من الديستل ووتر، وتحطون فوقها كفر سلايد رأسا مباشرة. زين، او الجزء اللي قد يكون انت عندك ميديا سائلة يعني ليكويد ميديا، بس تاخذ من عندها قطرة وتحطها تحت على السلايد وتخلي فوقها الكفر سلايد وتفحصها تحت الميكروسكوب. زين، وعندنا الهانجينج دروب، هذه ما نركز عليها، نروح على الدراي هيت. مثل ما قلنا اذا الدراي هيت
العفو الدراي بكتيريال سمير اللي هي المسحة البكتيرية الجافة. راح تكون عندنا الأدوات لوب سلايد دروب اوف ووتر بنزين بيرنر وأما عندك الـ specimens أو الـ clinical samples نموذج أو عندنا شنو مثل ما سويناها باليومي من حضرت المسحة البكتيرية الجافة بكتيريا نامية على وسط زرعي صلب. أوكي. سؤال نخلي يمنا، عدد 5 أنواع من الكلينيكال سامبلز أو السبيسيمنز العينات السريرية اللي توصلك للمختبر. أوكي. باس سواب، إير سواب، ووند سواب، فاجينال سواب، يوريثرال سواب وهكذا. بالنسبة إلى طريقة تحضير الدراي بكتيريال سمير، قلنا عندنا أهم نقطتين نأكد عليها، أنه التجفيف راح يكون بالهواء، تجفيف السلايد راح يكون بعد أن حطيتوا عليه البكتيريا و ديستل ووتر، قلنا نتركه بالهواء حتى يجف. زين، اذا التجفيف راح يكون بالهواء. اما ليش مررنا 3 مرات السلايد على لهب بنزين بيرنر؟ ليش؟ قلنا to fix the bacteria on the slide kill the bacteria. اوكي، ثبت وتقتل البكتيريا. هاي تأكدون عليها. النقطة الخامسة او السادسة او تشون ايضا الترقيم اللي عندكم، تجفيف بالهواء، تجفيف المسحة البكتيريا يكون بالهواء، اما قتل وتثبيت البكتيريا فيكون بإمرارها 3 مرات 3 times on the flame of بنزين بيرنر. ماشي، نروح على simple stain. السمبل ستين احنا بالبداية عدنا انه الانواع موجودة انواع عديدة من السمبل العفو من الستين، يعني انواع عديدة من الاصباغ اللي اشتغلناها هي كانت السمبل ستين والكمباوند ستين. زين، سمبل ستين هاي تركزون عليها شباب، لماذا سميت سمبل ستين؟ ليش؟ because it consists from only one dye، فقط تتكون من صبغة واحدة. ليش هي بسيطة؟ لأنه تتكون من صبغة واحدة، أنت تستعمل فقط صبغة واحدة. زين، أما الكمباوند ستين المركبة، من اسمها مركبة؟ إذن هي مثل إيش؟ مثل الجرام ستين. ليش يسموها مركبة؟ يعني انت استعملت because we use more than one dye or one stain، يعني احنا استعملنا اكثر من صبغة واحدة، وسنجي نشرحها على السريع.
إذن هذه ليش simple؟ لأنه إحنا استعملنا فقط only one die one step واستعملناها بخطوة واحدة. زين، ما هو الغرض من استخدامك للسيمبل ستين؟ راح تكتب to study the shape and aggregation of bacteria to diagnose the bacteria. اوكي، انا راح ادرس شكل وتجمع البكتيريا، وبالتالي انت راح تقدر تشخص وتصنف البكتيريا الى اخره. انطي مثال لسيمبل ستين زرقاء، واعطي مثال لسيمبل ستين حمراء. هاي جدا مهمة. نروح على الكومباوند ستين المركبة اللي اخذناها وتركزون عليها، هي جرام ستين. جرام ستين، جرام ستين ليش يسموها كومباوند؟ ليش يسموها مركبة؟ لأنه استعملنا شنو؟ more than one dye because we used more than one dye. إحنا استعملنا أكثر من صبغة واحدة. هذه الصبغة أيضا تسمى بالdifferential stain، تمييزية أو تفريقية. ليش يسموها تمييزية وتفريقية؟ لأنه راح يتميز لك بين مجموعتين من البكتيريا، gram positive وgram negative. إذن ليش يسموها differential، تمييزية أو تفريقية؟ It differentiate between two groups of bacteria. هي راح تميز لك بين مجموعتين من البكتيريا، gram positive and gram negative. ماشي؟ ما هي الأدوات المستخدمة في السيمبل ستين؟ راح تذكرون أنه أنت عندك بكتيريال سمير، دراي بكتيريال سمير، يا أما تقول فقط دراي بكتيريال سمير، أو تعدد الأدوات مع البكتيريال سمير كلها يعني. فيفضل اكتبها من البداية، مسحة عندك أنت مسحة بكتيرية جافة وتريد تصبغها، فتكتب بكتيريال دراي سمير مثل ما سويته بالعملي. وتكتب يا أما أنت راح تستعمل الكريستال فايوليت، ميثيلين بلو، أي وحدة، لو زرقة لو حمراء. وش سوينا هنا؟ ندى نستعمل صبغة واحدة بخطوة واحدة، فلذلك يسموها سيمبل ستين. هذه هي بقية الأدوات اللي أنت راح تستعملها. أيضا راح نحتاج إلى ديستل ووتر أو واشينج بوتل بمي. زين، طبعا تحتاج إلى مايكروسكوب حتى تفحص البكتيريا. الجرام ستين مثل ما قلنا، ما هو الغرض أو الهدف من الجرام ستين؟ قلنا حتى تميز differentiate between two groups of bacteria، gram positive والgram negative. بالgram stain عندنا هنا تحفظ مثال واحد على gram positive bacteria ومثال واحد على gram negative bacteria. اوكي، والجرام بوزيتيف تطلع زرقة مثل ما تعرفون، والجرام نيجاتيف تطلع حمراء. نروح على الأدوات المستخدمة والمحاليل المستخدمة وطريقة العمل، راح تكتبوها بشكل جدول ومثل ما خلينا يمكم، اللي هو قلنا أنه أول وحدة البرايمري ستين هي الكريستال فايوليت، تخلوها دقيقة واحدة. وعندك الفيكساتيف اللي هو المثبت او اللي هو اليود او يسموه بي الموردانت، اوكي، ايضا خليناه دقيقه واحده. الخطوات تحفظوها بالتسلسل، يعني عندك كريستال فايوليت، بعدين الايودين، بعدين حطينا الدي كولرايزر اللي هو المزيل الصبغه،
95% إيثانول، وعندنا آخر وحدة اللي هو السكندري ستين أو الكاونتر ستين اللي هي الصبغة الحمراء السفراني. أوكي، فالهذني التسلسلها مطلوب، الكريستال فيوليت أو ميثيلين بلو، المهم هي أول وحدة صبغة زرقاء، بعدين أيودين، ثم الإيثانول 95% إيثانول، وعندنا آخر وحدة اللي هو أو آخر محلول اللي هو السفرانين. أوكي، أو قلنا ممكن نستعمل كاربول فوكسين. تمام، بالنسبة عندنا إلى المحاضرة قبل ما ناخذ هذه عندنا المورفولوجي. المورفولوجي بالنسبة عندنا إلى المورفولوجي راح يكون عدد أنواع أو عدد أشكال البكتيريا، عدد الأشكال البكتيريا. أوكي، أوكي، فراح تعددون، راح تقولون هي سفيريكال أو كوكاس، رود أو باسيلس إلى آخره. عدد الأجريجيشن أو الـ arrangement aggregation، يعني تجمعها أو ترتيب البكتيريا مع بعضها، راح تقول diplococci diplobacilli tetracocci tetrabacilli اللي هي ثنائية رباعية أو بشكل السبحة ستريبتو، staphylococci عنقودية أو بشكل paired kidney. كل وحدة ورسم بسيط عليها، رسم بسيط وسريع عليها. أوكي، نروح على آخر شيء عندنا الهيماتولوجي. عندنا بالنسبة إلى الدم تعريف بسيط جدا للدم، ما هو الدم أو عرف الدم والوظيفة أو الوظائف الرئيسية للدم. أوكي، عدد مكونات الدم راح تكون هي البلازما والخلايا. عرف البلازما تعريف بسيط لا هواية من تعرفون. أوكي، راح يكون هو الكومبلكس سوليوشن أو هو المحلول المعقد، يتكون من البروتين، بروتينز سولتس والميتابوليك سبستانسز، هذا بالنسبة للبلازما. ما هي مكونات أو ما هي أنواع الخلايا الموجودة كبلد سيلز؟ راح تقول أريثروسايت، ليكوسايت والثرومبوسايت. شغلة أخرى قلنا لازم نعرفها أيضا، عندنا المختصرات شنو هي الار بي سي، وايت بي سي، بليتليت، الار بي سي، الوايت بي سي، عندك الاتش بي، هذه لازم تعرفوها، الاو دي هو الاوبتيكال دنسيتي. اوكي، هاي ديفاين بلاد، بلازما سيرم. عرف البلاد والبلازما والسيرم. اوكي، بالنسبة إلى الـ RBC ركزوا على الوظيفة إلها. سؤال آخر، ميز بين RBC والوايت بي سي، ميز بين الـ RBC والوايت بي سي. ماشي، من أقول قارن أو ميز راح تجرون خط بالوسط، تحطون على اليسار مثلا الار بي سي وعلى اليمين الوايت بي سي، وتسوون المقارنة. يعني مو تشرحون، اللي يشرح صفر، احد يقول انا ما اريد شرح، انا اريد مقارنة.
راح تقول لي ال RBC non nucleated ما بيها نواة، كريات الدم الحمر ما بيها نواة، أما ال white BC تحطون بجهة ال white BC تكتب nucleated يعني تحتوي على نواة. شنو وظيفة ال RBC؟ راح تقول وظيفتها هو oxygen CO2 transporting، نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. أما بالنسبة إلى الوايت بي سي فراح تكون هي مثل ما تعرفون أكثر شيء وظيفتها دفاعية، defense، يعني لها دور بالإميون response أو الإميونيتي. إيش قد النورمال فاليو بالنسبة للـ RBC الميل والفيميل، وإيش قد النورمال فاليو بالنسبة للوايت بي سي الميل والفيميل؟ أوكي، قلة الأكسجين أو هذا أنتوا راح تأخذوها بالثاني مرة اللي تركزون على هنا، عندنا قلة الهيموغلوبين بالجسم شو يطلق عليه؟ أنيميا، وزيادة الدم أو بالأحرى زيادة عدد كريات الدم الحمر يسموه بولي سايثيميا. أما قلة عدد كريات الدم الحمر طبعا لح يقل وياها الهيموغلوبين فيسموها أنيميا، هاي خليها ببالك. بالنسبة إلى هاي الار بي سي والوايت بي سي قلنا الفرق بيناتها زين، وهذا النورمال فاليو لها للرجال والنساء من 4000 إلى 11000 خلية، والوظيفة لها هي إنتاج الأنتيبادي والفاجوسايتوسيز ولها دور بالحساسية زين. هذا بالنسبة للوايت بي سي. تركزون على المصطلح ليكوسايتوسيز ليكوبينيا. ليكوسايتوسيز هي زيادة، increasing number، increase يسموها طبعا بالنسبة للكريات الدم البيض يسموها ليكوسايتوسيز. أما قلة decrease قلة بالوايت بي سي فيسموها ليكوبينيا. الوايت بي سي بها أنواع granulocytes والegg granulocytes، الحبيبية وغير الحبيبية. الحبيبية هي نيتروفيل إيوزينوفيل بيزوفيل، وأما الغير الحبيبية فهي الليمفوسايت والمونوسايت. كل وحدة من عدها تعرفون النيتروفيل راح تكون بها النواة فصوص عديدة من 2 إلى 5، والسيتوبلازم يحتوي على فاين جرانيولز حبيبات ناعمة. إيوزينوفيل بها فصين النواة مفصصة فصين two lobes، والحبيبات اللي بداخلها راح تكون خشنة coarse granules. أما البيزوفيل فراح تكون حبيباتها خشنة لونها أزرق بنفسجي، والنواة تكون بشكل حرف S. الليمفوسايت والمونوسايت، الليمفوسايت والمونوسايت فراح تكون سيتوبلازم مالتها غير محبب أجرانيولوسايت، وهذه أهم صفة بيها. أوكي، عندنا البليتليتس الصفات العامة للأقراص الدموية، ورح يكون إلها دور بعملية الكلوتينج. أوكي، اللي هو التخثر. العوامل اللي تدخل بعملية التخثر إلها دور بعملية التخثر هي ثلاثة فقط، الأسماء اللي هي ثرومبوكينيز، بروثرومبين، فايبرينوجين. وقلنا أكو عامل مساعد لح يكون هو الفري كالسيوم
ions. مخطط بسيط تحفظوه على السريع. عملية تكوين الكلوت، شلون تتكون الخثرة. سؤال تخلوا يمكم، عرف الانتي كوغلانت، عرف الانتي كوغلانت مضادات التخثر وصفاتها العامة الرئيسية. زين، اللي هي مصنت هيمولايس ار بي سي، يجب ان لا تحلل الار بي سي، يجب ان لا تحطم الخلايا الى اخره. السؤال اللي هو ميز او فرق او قارن بين السيرم والبلازما. جبت لكم اياه بالفصل الثاني وممكن اجيب لكم اياه في نهاية السنة. وعرف السيرم وعرف البلازما، هنا أنا بعد اي بالاخير بلازما. Enumerate the types of blood anticoagulants. عرف الانتيكوغلانت وما هي صفات الانتيكوغلانت، وانطي مثال على انتيكوغلانت انت استعملته في المختبر. types of anticoagulants راح يكون عندنا ال EDTA هو اكثر شيء تستعمله، والمطلوب الاسم الكامل له ethylene diamine tetraacetic acid. TSC اللي استعملتوه بال ESR راح يكون هو تراي صوديوم سيترات المختصر، وتركيزه 3.8% 3.8%. DO دبل اوكزاليت، هاي كلها انواع على الانتي كوغلانت. وعندنا الهيبارين، CPDA، سيترات فوسفات ديكستروز أدينين، هذا موجود بطالة الدم على نقل الدم لبلد ترانسفيوجن. أوكي، إذا فقط اسمها 1 2 3. سحب الدم بلد كولكشن، ما هي مناطق سحب الدم الوريدي ومناطق سحب الدم الشعيري الكابيلاري بلد و الكابيلاري بلد والفين بلد او كابيلاري بلد والفينوس بلد، يعني اللي الدم الشعيري والدم الوريدي والفين هو الوريد. فمناطق السحب الدم ذكرناها وموجودة عندكم بالمحاضرة أيضا. بالنسبة إلى مناطق سحب الدم الشعيري راح يكون هو الهيل والبطن القدم، عدك من الأذن من الإصبع إلى آخره فينجر. ما هي المواد المستخدمة لسحب الدم الوريدي في الإنسان؟ هاي أيضا خلوه يمكم سؤال. نجي إلى الهيموغلوبين. الهيموغلوبين إحنا شرحناه باليومي، طريقتين اللي هي السالي ميثود والسيانو ميثود. خلوا يمكم سؤال، قارن بين قياس الهيموغلوبين بطريقة سالي وقياس الهيموغلوبين بطريقة السيان ميثامو جلوبين اللي هي شي يسموها أيضا درابكن أو درابكنز ميثود.
شلون راح تركزون عليها؟ مكونات الهيموغلوبين عندك بس تركز على شغلتين رئيسية اللي هو يتكون من الهيم والجلوبين. بالنسبة إلى المقارنة بين السالي ميثود والسيان ميثامو جلوبين ميثود، تكتبوها على السريع. قلنا نجر خط بالنص ونخلي على اليسرى السالي ميثود وعلى اليمين سيان ميثامو جلوبين ميثود. أول اختلاف بيناتها هي البرنسبل، مبدأ طريقة عمل قياس الهيموغلوبين بطريقة سالي يختلف عن مبدأ العمل، فتخلون المعادلة رقم واحد سالي ميثود. عندنا الـ RBC بوجود الـ 0.1 normal HCl، شرح يتكون؟ رح تتحلل كريات الدم الحمر لايسز، يتحرر الهيموغلوبين وريليز، فيتحول الهيموغلوبين بعد ما سمي هيموغلوبين رح يتحول إلى مركب لونه جوزي يسموه أسيد هيماتين. هاي واحدة. اثنين، تخلون مقابلها أو هي هاي رقم واحد، مقابلها البرنسبل مالت الخاص بالسيان ميثاموغلوبين اللي هو عندك الـ RBC راح تضيف له، أو البلد راح تضيف له الدرابكن اللي هو هذا، حتى زين تضيفوا له الدرابكن، وأنتوا عندكم مخطط آخر نفس المبدأ، يتحول الهيموغلوبين بوجود الـ K3Fe اللي هي السيانايد بوتاسيوم فريك سيانايد، راح يتحول الى الميثاموغلوبين. وبعدين قلنا هنا راح تخلون على السهم ال KCN اللي هو بوتاسيوم سيانايد، راح يتحول الميثاموغلوبين الى سيان ميثاموغلوبين اللي هو ايضا لونه جوزي. ماشي؟ إذن هذا أول فرق. اثنين، الأدوات المستخدمة الماتيريالز الأباراتاس، شلون ما تكتبها تولز، هي كلها صحيحة. راح تكون عندنا شنو؟ السالي هيموغلوبينوميتر بوكس، صندوق قياس الهيموغلوبين. اوكي، اما بهذه الطريقه فراح يكون عندنا جهاز سبكتروفوتوميتر، واحنا عندنا بالمختبر عندنا هذا طبعا القديم، حاليا احنا عندنا ايضا بالمختبر عندنا الحديث اللي هو الديجيتال. اوكي، فاثنين يعني تكتب سبكتروفوتوميتر. ونقطة مهمة جدا خليها ببالك، انه السبكتروفوتوميتر هنا الطول الموجي راح يكون على 540 نانومتر. زين، لا حد ينساها هاي لانها جدا مهمة بالقياس، بس تغير الطول الموجي راح تتغير القراءة. شنو عندنا بعد النقطة الثالثة؟ هنا عندنا سالي بايبيت، حجم الدم 0.02 مل أو قلنا 20 مايكروليتر. هناك أيضا راح تكون بالسيانو، أيضا راح تكون نستعمل سالي بايبيت. هذه الطريقة، طريقة سالي، يسموها سالي ميثود. مو بعد شنو اللي قلنا عليه؟ نسميها أسيد هيماتين. ليش؟ لأنه الناتج النهائي هو أسيد هيماتين. السيان ميثامو جلوبين هاي الطريقة
شي يسموها أيضا؟ يسموها بالإضافة إلى السيان ميثاموغلوبين رح يسموها دروبكنز ميثود. دروبكنز ميثود أوكي، دروبكنز ميثود، لأن إحنا رح نستعمل هنا دروبكنز سوليوشن. طيب هنا رح نستعمل مثل ما تعرفون مكونات البوكس رح يكون سالي graduated tube. اوكي شنو مكونات هذا البوكس؟ راح يكون سالي بايبيت، سالي جراجويتد تيوب، سالي ستاندرد سوليوشن اللي هو الاسيد هيماتين، هذا الستاندرد سوليوشن. اوكي ماشي، وعندنا الجلاس رود اللي هو المازج اللي نمزج به الدم مع المحاليل الى اخره، هذه موجودة عندكم. زين، الاختلاف الآخر هو شنو؟ بطريقة سالي نستعمل 0.1 normal HCl، تمام؟ 0.1 normal HCl اللي هو يسبب تحلل للـ RBC، وبعدها يتم التفاعل بينه وبين مكونات الهيموغلوبين فيتحول الى الاسيد هيماتين. اذا هنا عندنا شنو يا محلول 0.1 normal HCl. بالسيان ميثاموغلوبين المحلول راح يكون هو الدروبكنز سوليوشن. دروبكنز سوليوشن ماشي. الدم اللي راح تستعمله راح يكون هنا أنا EDTA، يعني ممكن استعمل فينوس بلاد او استعمل من الفينجر. هنا نفس الحالة، ممكن نستعمل الفينوس بلاد او الكابيلاري بلاد، لو دم وريدي او دم شعيري. هنا انت دا تستعمل حجم الدم، بما انه انت دا تستعمل السالي بايبيت اللي هي شقد حجم الدم راح تسحب بي 0.02 مل او 20 مايكروليتر، هو نفس حجم الدم اللي انت دا تستعمله بطريقة السيان، لان انت هنا ايضا راح تستعمل شنو؟ السالي بايبيت اللي هي حجم الدم بيها ثابت 0.02 مل او 20 مايكرو ليتر. هنا حتى يتم هذا التفاعل حتى يتحول كل الهيموغلوبين الى اسيد هيماتين ايش قد راح تحتاج وقت؟ نحتاج 5 دقائق. اما بطريقة السيانو راح احتاج بعد ما تضيف الدم مع الدروبكنز سوليوشن راح تحتاج ايش قد؟ تضيف الدم 0.02 مع 5 مل من الدروبكنز سوليوشن راح تحتاج 10 دقائق حتى يتم التفاعل بين الهيموغلوبين والدروبكنز سوليوشن ويتحول كله الى ناتج أو مركب نهائي اللي هو السيان ميثاموغلوبين. إيش قد تحتاج؟ 10 دقائق. أما هنا بالسالي فحتى يتحول كل الهيموغلوبين إلى أسيد هيماتين راح تحتاج إلى 0.1 normal HCl. والفترة إيش قد حتى يتحول كله إلى أسيد هيماتين؟ 5 دقائق. هذا أيضا من الاختلافات.
هنا راح تقرا النتيجه باستخدام الجراجويتد هيموجلوبين تيوب، اما هنا فتقرا النتيجه قلنا باستخدام سبكتروفوتوميتر عند الطول الموجي 540 نانومتر. اذا هنا راح يكون باي ايز بالعين المجرده، وهنا باي سبكتروفوتوميتر. عندنا شيء مهم اخر، احنا لما نضيف الدم الى الدرابكن سوليوشن 0.02 مل الى 5 مل من الدرابكن سوليوشن، شقد تخفف الدم؟ شقد تخفف الدم؟ ديليوتينج تايم، عدد مرات التخفيف. هنا تنتبه عليها بالامتحان، انا اقول لك الديليوتينج تايم راح يكون هو وقت التخفيف، مو الوقت اللي تترك به الدم مع الدرابكنز سوليوشن، مفهوم؟ ايش قد راح يبقى، ايش قد راح يكون عندنا؟ راح تقول الدم تخفف 250 مره، 250 مره. فاما اختيارات او فراغات او صح وخطا راح تجيك مثل هيجي اسئله، ماشي؟ السؤال الاخر راح يكون هي، احنا قلنا ما هي اوجه الاختلافات بين الهيموغلوبين بطريقة سالي والهيموغلوبين بطريقة السيان ميثاموغلوبين. سؤال اخر، ما هي اوجه التماثل بين similarities، اكو تماثل، اكو اشياء متماثلة بين طريقة الهيموغلوبين سالي هيموغلوبين estimation method والسيان ميثاموغلوبين. فتنتبه، هل اني داريد من عندك differences اختلافات، لو اريد من عندك similarities اوجه التماثل بين الطريقتين، ماشي؟ آخر شيء عندنا، هذه تقرأوها قراءة سريعة، ماشي؟ والOD يعني Optical Density، قد تجيكم بالاختصار Abbreviation. Normal Value بالنسبة لي الأدلت، عندكم هنا الـ ESR اللي هو مختصر لـ Erythrocyte Sedimentation Rate، ماشي؟ متى يزداد متى يقل، وش قد النورمال فاليو إله. أني كم مرة نبهتكم طلاب أنه تركز على الوحدات، تركز على الوحدات، وعندي طلاب يعني انطيتهم صفر بالامتحان، انطيت صفر العملي النهائي، لان انا قلت لكم واكدت لكم انه انتم اللي تتعاملون ويا اطباء وتتعاملون مع صيدلي، الطبيب اللي يهمه هي اليونت اللي راح ادز له بيه التحليل، يعني مليغرام يختلف عن المايكروغرام، من تقول بالمية رح يختلف عن غير وحدات، من تقول انت عندك، احنا اكثر من طريقة عندنا للاي اس ار، اكو اي اس ار تقرأ بربع ساعة، نص ساعة، ساعة، فانت انطيته للطبيب، انت كنتو كاتبيلي بالامتحان ردت من عندكم النورمال فاليو عند الرجال وعد النساء، تقريبا 25% من الطلاب كاتبي لي اياها
من 0 إلى 15، من 0 إلى 20 مليمتر وواقف. مليمتر شنو؟ ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، شقد أنت بالمختبر يا طريقة دا تستعملها. أي مو هذا حياة المريض، دا يعتمد على اليونت اللي أنت دا تستعملها. شباب هذه إلكم، اليونت ضروري ومهمة جدا للبيشنت مالتك، خليها ببالك هذه الملاحظة، قد تؤدي إلى قتل البيشنت مالتك في حالة اليونت خطأ. وبعد أصلا ولا يدز لك الطبيب أي تحليل من يشوف عندك هيك أخطاء، وحقه مو. فالنورمال فاليو من تكتبه اكتبه بالطريقة الصحيحة في ورقة الاختبار، وإن شاء الله في مختبراتكم اللي راح تشتغلون بيها. ماشي؟ هاي قلنا عليها التجمع على ار بي سي، الواحد وحده فوق الثانيه. بالنسبه لي احنا راح نضيف الدم مع الترايسوديوم سيتريت، ونعلق الاختبار او التحليل لمده ساعه، فتبدي كريات الدم الحمر تترسب الوحده فوق الثانيه. هذه العمليه التراص تسمى رولكس. اجي الى الماتيريالز، ما هي الادوات والريجنتس، المحاليل اللي استخدمتها، تقرأوها. وستر جرين، احنا الطريقة اللي استعملناها هي وستر جرين على اسم العالم، فوستر جرين هذه سموها وستر جرين تيوب، احيانا تسمى بايبيت لكن هي الافضل تيوب. وستر جرين تيوب، وستر جرين راك، سمول تيست تيوب، والسائل اللي بداخله هو 3.8% تراي صوديوم سيتريت TSC. والدم اللي تستعملوه لازم فينوس بلاد، لان احنا نحتاج الى 2 مل من الدم، و 0.5 مل من محلول التخفيف، وبنفس الوقت هذا قلنا عليه هو انتي كوغلانت، يخفف الدم ويمنع من تخثره. ماشي؟ طريقة العمل قلنا بوقتها بسيطة جدا، ما مطلوبة طريقة العمل بالامتحان النظري هذه السنة. اوكي، 0.5 مل من الترايسوديوم سيتريت، وعدي 2 مل من الدم، فتكون النسبة 1:4. تعلقوها لمدة ساعة وتجون بعدين تقرؤون البلازما. نتمنى لكم كل التوفيق طلابنا، وإن شاء الله يا ربي السنة القادمة أشوفكم بالمرحلة الثانية. أي سؤال أني وياكم، ومثل ما تعرفون كل امتحان أني أظل ويا طلابي إلى الفجر، لأن أنا أعرف الطلاب ما يقرون إلا قبل الامتحان بيوم أو يومين. مع هذا أنا وياكم إن شاء الله، وأي سؤال أنا حاضرة. كل التوفيق يا رب.